Rico. Rico Miramac. Read the please. Mira. Red Rico. بترجيك رد. ميرا. ريكو. يا ربي بعدك طيب. مش قادر احدد موقعك. ايه. انكسر الشنغل. وكمان بدلة الطيران. والباراشوت. ويمكن كم ضلع. لازمني صار شوي تصليحات. عندي معدات بأبيسمو. وين موقعك؟ بالغابة. ما بعرف. رح ودي لك الإحداثيات. بتمنى يمشي الحال. أوكي. شوفك عن قريب. يا ربي. لما ما يكون شنغلي معي كأنه ناقص قطعة من جسمي. ارجعوا لمراكزكم، الهدف فل. هيئة هيدا هو المطرح. ما شفت شي مثل إيابا من قبل. ميرا، معقول يكون معها حق. انت يلا هلا. ميرا، أنا بقال أبيسمو. ما لازم الناس هون يخافوا من المرتفعات. بعرف انك ما بتخاف. ماني خايف، بس عادة بيكون معي باراشوت. اوف غبي. شفت العاصفة ليلة امبارح؟ الحرب ما توصل لحالها. بيشتغل 70% الأسود. هيدا مش منيح. فضوها بسرعة. نص هول السكان عم بيجربوا يهربوا من إسبينوسا والعقاب الأسود. شكلك تعبان. بدك مي؟ جماعة العقاب الأسود محاوطة القرية. هالشي بيصير كتير؟ تقريبا لا أبدا. يمكن حدا هاجم قاعدة الطقس. ايه. العدة. بشكرك. ما بعتقد بقدر أقضي على مشروع يابا لوحدي. أنا بوافقك. أنا غلطان وأنت كان معك حق. الشهيدة طلب مساعدة؟ فكرتك ما بقى عم تشتغل مع الوكالة. ساعديني بهالشي. شو لازم نعمل بخصوص إيابا؟ بين العاصفة الثلجية والأبراج المدفعية ما فيني أقرب. أنا عندي شوية أفكار. خبريني. انطر. اسمع، تصرفاتك بهالكم دقيقة الجايين بتحدد مصير هيدي الجماعة. أنا القائد موراليس، وكنت متسامحة مع إلابيسمو كل هالسنين. وتحقيق النظام والعدالة بسوليس سمحت إنه يكون هيدا المكان ملجأ للمجرمين والهربانين من العدالة. بس ليلة امبارح صار في هجوم إرهابي على مباني مشروع إيابا، وقام خاين من هيدي الضيعة بتحريض هيدا المجرم. مين هيدا؟ جابرييلا.
قتلت عمي لما كنت صغيرة. هي عارفة بشغلنا سوا. إذا ميرا موراليس ما تسلمت لإلي بأسرع وقت فأنا رح اضطر أعمل تحقيق واسع. كل البيوت رح تتفتش ورح نتأكد من هوية كل إنسان، وكل مخالفين رح يتحاكموا محاكمة قاسية. ها أنت لويس، وين ميرا؟ وين؟ لازم وقف هيدا الشيء. جابرييلا تركي فل بنت عمي. على القليلة انت مش جبانة، بس بيك كان قرف منك قد ما صرت متوحشة. انتو يا خواني فيكن تكفوا حديثكن سوا بالحبس. حملوها بالهليكوبتر. ميرا هاي جمد. بعتقد انه بلشنا بثورة. ما كان لازم ندخل هودي الناس بهالقصة. نحن عاوزينهم تنقضي على مشروع ايابا. رح يعوزوا سلاح كتير. اسمع، في مصنع باخر هيدا الطريق مهجور. كاسكيوس فاسيوس كان معمل لسلاح جماعة العقاب الاسود من سنين. خلينا نشوفه. لويس ما هيك؟ جمع هودي الناس يلي بدو يقاتل جماعة العقاب الاسود رح يقاتلون. انت مستعد سارخنتو؟ حاضر سينيور. ميرا لازم اتأكد انه معداتي شغالة، رح لاقيكي بالمعمل. ان شاء الله يمشي كل شيء.